السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا زاهر؟ كل سنة في عام وخير. الحمد لله وأنت طيب والسامعين والسامعات، بارك الله اللهم فيكم. آمين يا رب. حضرتك بنت ساكنة فوق المسجد، في الدور اللي فوق المسجد على طول، يجوز لها إن هي تصلي مع إمام المسجد، لا مع لا صلاة المسجد؟ لا يجوز إلا إذا اتخذت مكانا من بيتها مسجدا لاحقا بهذا. تمام، شكرا، سلام، جزاكم الله خير. حياكم حياكم.